حرامين من اللي جان عندنا عدة مشاكل هنا. المشكل اللي عندنا عويص هنا هو المشكل الاتفاقية اللي دار السي شابون نائب الرئيس. حنا ما عرفنا دار واحد الشراكة فهمتي مع الناس ديال الوان وعلى قبل المخالفات الخطية ديال 2000 درهم. حنا تفاجأنا على واحد القرار اللي تاخذوا دابا السيد الرئيس يقول لنا حنا ديك المخالفة ما تمشيش تخلصوها والمسؤول ديال الوينو تيقول لك ضروري نورمالمون الجماعة دارت واحد الشراكة دارت واحد الاتفاقية خاصك ضروري تخلصها. ودابا كاين واحد الدوره استثنائيه دابا في جامعه الشلاله تفاجئنا على واحد المجلس بالنسبه دابا المده ديال 4 سنين المجلس ما خدام ما والو. المجلس ديما في صراعات ديما بمشاكل ديما في صراعات واللي مضر الاساسي هو المواطن الساكنه هي اللي مضره. والمشكل اللي هو اساسي كما قلنا لك المشكل عندنا هو مشكل الضوء. اليوم كانت عندنا دوره استثنائيه وكما شاهدتوا في الدوره السابقه اللي كانت فوضى اليوم ايضا كنعيشوا نفس السيناريو. كنعيشوا دوره استثنائيه لا تهم الساكنه باي نقطه من النقاط. نقطه واحده اللي كان من ممكن انها تناقش فيها الساكنه ما حضرتش فيها المصالح الخارجيه اللي هي شركه العمران او ما تمش احضارها لاسباب الله اعلم. اما باقي النقاط فكانت لا تهم الساكنه فقط هي صراعات داخليه داخل المجلس منها إقالات واستقالات. هذا هو الواقع الذي نعيشه. حيد هذا جيب هذا طلع هذا والساكنة ما كتنتظرش هذه الأشياء من المجلس الجماعي اللي هي صوتت عليه. هي كتنتظر أشياء أخرى اللي كتهمها كتنتظر الإنارة العمومية كتنتظر المرافق الخدماتية كتنتظر المساحات الخضراء كتنتظر الطرق اللي باقين كنعيشوا بدون مدخل رئيسي لجماعة الشلالات كتنتظر مساحات خضراء كتنتظر ولكن المجلس مشغول بأشياء أخرى مشغول بصراعات لا تهم الساكنه بشيء. ماشي هذا هو المضمون او هذا هو الاهم اللي كانت كتسنى الساكنه. المجلس هو اللي صوت على هاد الناس اليوم الاول كنواب او كمستشار او كرؤساء كاعضاء في اللجان. اليوم كنعيشوا معاهم حيد هذا جيب هذا واقع لا يهم الساكنه بشيء. الساكنه تنتظر اشياء اخرى ومنها ايضا الكهرباء اللي رزاو الساكنه في 2000 درهم لكل شقه. للاسف هذا الشيء يضر الساكنه. كنشوفوا مجلس يخدم ضد الساكنه. هذا هو الواقع الذي نعيشه بشلالات. المشكل اللي عندنا هو المشكل كما قلت لك هذيك الخطيه ديال 2000 درهم نورمالمون هذيك 2000 درهم ما خاصش المواطن يخلصها. حنا تنطلبوا من سيدنا الله ينصره وتنطلبوا من السيد العامل باش يدير واحد اللجنه ديال التتبع باش يفضح هاد الناس هادو كاملين اللي عنده غير على منطقة الشلالات. مرحبا به وآل مرحبا. اللي ما عندوش غير على منطقة الشلالات بعد ما نديرو به. وأصلا كما قلت لك الوينو أصلا خرق عشوائي. كاين ديبوات وكاين شركات عشوائية ما من حقهمش باش ياخذوا الكهرباء ديالهم وش يصيبوا لهم المسائل ديالهم. وفي هذا الشيء كامل راه المواطن هو اللي مضرور. وحنا تنزيدو نكرروا الكلام ديالنا وتنطلبوا من السيد العامل باش يدير واحد اللجنة. كما شفتوا الدورة دازت بالجو في الحقيقة يبخس العمل السياسي. داز الدورة تم الطرد ديالنا حنا ما كملناش الدورة.
شيء يحزن القلب اننا نشوفوا بحال هذه المجالس هذه، ونشوفوا معينه بعض الاعضاء من هذا المجلس انهم يمثلوا الساكنه، جايين بواحد جايين لرفع اليد فقط. المجلس فاشل كما قلت بجميع المعايير ديالو، هو مجلس فاشل لم ينجح ولم ينجح اي مشروع تنموي ولا اجتماعي في المنطقه سوى نجح في شيء واحد، هو الاقالات ديال بعض النواب وكذلك بعض رؤساء اللجان ونوابها نواب اللجان، وكذلك نجح في شيء اخر هو رفع زياده الحمل على الساكنه بمحضر كما اللي تيروج في اللي تيعرفوا جميع المتتبع الشأن المحلي، ومحضر منجز من طرف المجلس الجماعي والمكتب اللي من هذا المنبر تنقول لي مكتب لا وطني، انه يتآمر على الساكنه محضر من اجل 2000 درهم لكل 8000 درهم لكل بقعه بدعوه لاختلاس الكهرباء. هو محضر غير قانوني، ما تعرض له على مجلس، ما حنا كما تعرفوا ان الممثل ديالنا لدى المكتب الوطني هو السي مجدوب، ولكن سينا واطراف لا علاقه لهم بالمكتب الوطني الكهرباء، تحاملوا على الساكنه بمبلغ مالي. يمكن نقول لك للاضافه ان الساكنه المغلوب على امرها مازال كاين ديور لمساكن باقيين دايرين الميكا وتيقول لهم جيو خلصوا 8000 درهم، باقيين دايرين الميكا ما مركبينش راجم وجايين تيقولوا لهم اجيو خلصوا 8000 درهم. نتمنى تدخل السلطات المعنيه من الحد من هذا التعجرف ديال هذا الرئيس هذا، لاننا كما قلنا قاومنا وهذا الرئيس مين تيستبد هذه القوه ديالو باقي ما عرفناش. بغيت نتوجه به هو انه يعني اذا كان بعض الاعضاء من الاغلبيه يشيرون باصابع الاتهام الى الاغلبيه والى الرئيس، انا كنقول لهم من هذا المنبر بان هاد الاخوان هادو يعني ربما هما راه كانوا من المكونات ديال المجلس، وكانوا يعني ناس يعني ساهرين على التسيير، واذا بهم في يوم من الايام كتنقلب الكفه ديال سميتو كتولي اتهامات، وهذه الاتهامات هي راه ماشي كتخدم ما كتخدمش الساكنه في شي حاجه ولا، وعلاش نبقاو نتهموا في بعضياتنا ونبقاو نديروا العصا في الرويضه، والمواطن اللي كينتظرنا يعني التنميه ديال البلاد راه كتنتظر لا اغلبيه ولا معارضه، يعني خصها تكون معارضه معارضه بناء، علاش نبقاو نعطيو اتهامات لبعضياتنا حتى نوصلوا للتنابوز ويعني يعني نقدحوا في بعضياتنا حشومه، يعني هاد المسائل ديال التسيير راه ما كتشرفش يعني ما كتشرفنا لا حنا لا اغلبيه ولا هما كمعارضه، يعني حرام باش نوصلوا لهاد الألفية 21 وباقي يعني باقي انت لغه الحوار ما عندناش حشومه والله لا حرام. انا اتاسف كامل الاسف يعني باش نعطيو الحقيقه للاعلام، علاش كذبوا على الاعلام؟ علاش الاعلام مراه المجتمع؟ علاش نقولوا هاد الاخوان ديال المعارضه يقولوا بانه الرئيس يرشي هاد الاغلبيه اللي معاه؟ لا نقولوا الحقيقه، المساله ديال العصا في الرويضه يعني المجلس كامل كان واحد اللحمه واحده، يعني تيعرفوه هما الرئيس وحنا تنعرفوا الرئيس كلشي، حنا كنعرفوا بعضياتنا، علاش واحد النهار كيجي واحد الخلاف ولا شي حاجه كيولي بنادم يدير اتهامات؟ هيك اتهامات مابقاش باغي طلعت لنا في روسنا.